كرات السمك بطريقة سهلة وبسيطة وكمان اقتصادية لأنها تنفع تتعمل من بواقي السمك. شوفوا بقى القرمشة وشوفوا الجمال ونجرب وندوق الوصفة الفظيعة دي. شايفين السمك من جوه عامل ازاي؟ فظيع. في كل بيت عندنا لازم نلاقي حد يطلع لنا كده ويقول ما بيحبش السمك. طب هنعمل ايه في المشكله دي؟ كل المامز كده اللي عندها المشكله دي هنعمل معاهم ايه؟ هنعمل النهارده وصفه للسمك حلوه جدا هتخلي اللي بيحب السمك يموت فيه اكتر واللي ما بيحبوش هيعشقه. هحتاج بصلايه خضراء تمام هنقطعها صغير جدا. البصل الاخضر هيديني تست اعلى للسمك ده. ما عندناش هنستخدم بصل ابيض عادي بصل احمر عادي. ما توقفوش نفسكم ولا تأزموا نفسكم، الامكانيات اللي عندنا هنستخدمها. في حله بقى كده على النار هضيف شويه صغيره من الزيت ومعلقه كده او كم مكعب من الزبده. هنزل بقى بالبصل بتاعي اخضر احمر ابيض اي بصل، فصين كده من الثوم. اول ما يخرجوا ريحتهم هنزل بالسمك بتاعي اللي انا مقطعاه سمك فيليه اي نوع سمك، عشان زي ما قلت لكم الوصفه دي اقتصاديه. اول ما خرجوا الريحه بتاعتهم الحلوه هنزل بالسمك بكميه السمك بتاعتي. انا ضفت هنا ربع كيلو من السمك الفيليه اي قطعية سمك اي نوع سمك اقصد، وهقلب. هتلاحظوا بقى دلوقتي السمك هيبتدي يخرج المية بتاعته. انا مش محتاجة افرم السمك عشان انا مش بعمل كفتة. السمك عندي ابتدى يخرج الميه بتاعته، هو مش هياخد تقريبا 7 أو 10 دقايق على النار لان السمك فيليه ما بياخدش سوى خالص، متقطع صغير كده عظمه معايا. التوابل بتاعتي بقى بسيطه جدا جدا جدا، شويه كده من البابريكا وشويه ملح وشويه فلفل اسود، اللي حابب يضيف شويه بصل بودر وتوم بودر يقدر. مش بنحط بقى كزبره ولا الكلام ده كله عشان كده هتقلب معانا الوصفه اورينتال خالص. ممكن سيكة كده من الكمون ريحة بس كده. وهنضيف البطاطس المهروسة بتاعتنا اللي احنا سلقينها وهرسلها. ندي له بقى تقليبة كده حلوة مع بعض ونظبط الملح بتاعنا. ممكن نضيف شوية كزبرة خضراء في المرحلة دي. ده السمك بتاعنا بعد ما بردناه وحطينا عليه الاضافات بتاعتنا. هنعمل ايه؟ ممكن نضيف كده رشة من البقدونس لو حابين، لو عندنا الولاد مش حابينها خلاص ما نضيفهاش. هنقلب وهناخد كور، الكوره بالحجم اللي احنا حابينه بالشكل ده. نلبس جلافز كده ونعمل الكور بتاعتنا الحلوه دي كوره بالشكل ده. نكبر عن كده تمام نصغر تمام. هحطها واكمل الكور بتاعتي وهنعمل لها خليط كده تغطيه عشان نحمر تاخد بس لون ذهبي حلو كده ونقدمها. ده حجم الكوره اللي انا عايزاها في السمك بالظبط بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هنجيب بيضه عندنا ونحط عليها شويه فلفل اسود عشان نودي اي ريحه في البيض. انا بس هعمل له خليط تغطيه كده خفيف 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 خالص بالبيضه، وممكن نخففها بسيكه كده من اللبن او نسيبها زي ما هي. حطها بس في البيض علشان تمسك معايا بس مش اكتر، عشان ما حدش يقول لي بيض وسمك. لا احنا بس عاملينها عشان تمسك في البقسماط او الكورن فليكس او السمسم بتاعنا. وما تستغربوش سمسم، اللي مش عاجبه الوصفه بالسمسم يقدر يعملها بالشوفان بالكورن فليكس بالبقسماط، بس انا بوريكم الطريقه الاصليه بتاعتها الاساسي بتاعها. جربوها وهتعجبكم. عملنا الكرات بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين وعندنا كذا اوبشن عشان ما حدش يعترض على الفكره. ببقسماط ماشي، بكورن فليكس ماشي، بشوفان ماشي، من غير اي حاجه برده ماشي. وهننزل بالزيت هياخد بس تشميعه ولون بس ذهبي. احنا كل حاجه عندنا مستويه وتمام. هو بقى ده السمك بتاعنا بعد ما حمرناه. ومن هنا ورايح مفيش حد هيقولك انا ما باكلش السمك، جربوه بالطريقه دي وبالمكونات دي هيعجبكم جدا. وزي ما قلنا في اول الفيديو ينفع يتعمل من بواقي السمك، وتجددي كده وتعملي وصفه جديده تحفه جدا تحفه، وخصوصا بقى اللي بالشوفان. يعني الناس اللي عامله دايت ما نسيناهمش، وممكن كمان ما تحمروهاش في الزيت، تحطوها كده وتدخل الفرن وتاخد تشميعه. قرمشه مش قادره اقول لكم. في اي صوص بقى سيراتشا اي صوص عندكم وتاخدوا كده جوله بالسمك بتاعكم كده فظيع. شوفوا بقى القرمشه وشوفوا الجمال ونجرب وندوق الوصفه الفظيعه دي. شايفين السمك من جوه عامل ازاي؟ فظيع. نجرب بقى وندوق الكلام ده.
بجد بجد الوصفه تستاهل ان انتوا تجربوها. والمطبخ يا جماعه ده مش مطبخنا يعني، احنا مجربين وصفه غربي عشان الناس اللي هتقول الوصفه مش راكبه على بعضها، بس جربوها وانا واثقه انها تعجبكم. شويه بقدونس بقى كده عشان نعرف ان ده سمك، لزوم الحركات، وبالف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفه دي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.